السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة هاند ميد ويز لاف. النهاردة معانا غرزة جديدة زي ما انتم شايفين، غرزة بارزة ومميزة جدا. هقرب معاكم عشان تشوفوا الشكل. الغرزة دي مناسبة لكل المشاريع، سواء كوفية أو طاقية وشغل الملابس وشغل الأطفال. الغرزة على شكل حرف واي، وممكن كمان على شكل أرنب، يعني لو انت حابة ان انت تشتغليها في شغل أطفال هتكون مناسبة جدا معاكي، يعني مدية برضو شكل الأرنب. ان شاء الله الخطوات هتكون مكتوبة معانا على الشاشة زي ما احنا متعودين. والغرزة دي زي ما انتم شايفين كده، ميزتها ان هي مش بتلف وانت بتشتغلي، يعني بتكون مستقيمة، مش بتضطري ان انت تشتغلي بليسيه في البداية، لا هي يعني مظبوطة، مش محتاجة اي غرز عشان تظبطها. فتعالوا دلوقتي على طول علشان نشوف هنبدأ نشتغل ازاي. اول حاجة عندي النهاردة الخيط اللي هستخدمه خيط هيمالايا افريداي، وهستخدم معاه ابرة مقاس رقم 3.5. عندي النقشة بتتكون من مضاعفات الرقم 9 زائد 5، يعني بشوف عايزة اشتغل كم نقشة واضرب عدد النقشات في 9 وبضيف 5 في الاخر. انا هشتغل نقشتين 2 في 9 ب 18 زائد 5 23، وزودت 2 للحافة، دول اختياري، يبقى العينة عندي النهاردة 25 غرزة. أول حاجة السطر الأول، أول غرزة، غرزة حافة بسلتها من غير شغل. ومن أول هنا بقى هيبدأ التكرار، هشتغل 5 مقلوب، واربعة عدل، كده ده هيكون التكرار بتاعنا. نكرر تاني 5 مقلوب، واربعة عدل، بعد ما خلصنا التكرار بتاعنا في نهاية السطر هشتغل 5 مقلوب. وفي النهاية غرزة الحافة هشتغلها غرزة عدلة. السطر التاني وظهر الشغل دايما هنشتغله سطر مقلوب. فعندي أول غرزة هشتغلها غرزة حافة سلتها من غير شغل، وهكمل السطر بالغرزة المقلوبة. وفي النهاية غرزة الحافة هشتغلها غرزة عدلة. يبقى دايما الظهر هنشتغله سطر مقلوب زي ما شوفنا مع بعض، فأنا مش هكرر معاكو الظهر تاني بعد كده، خلاص زي ما قلنا بنشتغله بالغرزة المقلوبة. السطر الثالث أو الغرزة غرزة حافة بسلتها من غير شغل، وبشتغله زي السطر الأول بالظبط، هشتغل 5 مقلوب، واربعة عدل، وكرر تاني اشتغل 5 مقلوب، واربعة عدل. في نهاية السطر بعد ما خلصنا التكرار هشتغل 5 مقلوب. وفي النهاية غرزة الحافة هشتغلها غرزة عدلة. السطر الرابع هشتغله كله بالغرزة المقلوبة زي ما قلنا بنشتغل الظهر دايما كده، وارجع لكم على طول. السطر الخامس اول غرزة غرزة حافة بسلتها من غير شغل، من اول هنا هيبدأ التكرار، هشتغل 5 مقلوب،
بعد كده هرجع الخيط لورا واشتغل ضفيرة خلفية في الأربع غرز دول، بمعنى ايه؟ ان انا هاخد اول وتاني غرزة للخلف كده على الإبرة الشمال، واخد تالت ورابع غرزة للأمام بالإبرة اليمين، وارجع الغرزتين اللي على الإبرة اليمين على الإبرة الشمال، واشتغل غرز الضفيرة 4 عدد. كده ده يكون بقى التكرار بتاعنا، هنشتغل 5 مقلوب. ورجع الخيط لورا واشتغل ضفيرة خلفية، هخرج الأربع غرز كده من على الإبرة الشمال، واخد أول وتاني غرزة للخلف، وتالت ورابع غرزة للأمام بالشكل ده كده، أول وتاني غرزة للخلف على الإبرة الشمال، وتالت ورابع غرزة للأمام على الإبرة اليمين، ورجع الغرزتين اللي على الإبرة اليمين على الإبرة الشمال، واشتغلهم 4 عدد. كده بعد ما خلصنا التكرار بتاعنا في نهاية السطر هنشتغل 5 مقلوب. وغرزة الحفة هنشتغلها غرزة عدلة. السطر السادس زي ما قلنا الظهر دايما بنشتغله كله بالغرزة المقلوبة، وارجع لكم على طول. السطر السابع عندي أول غرزة، غرزة حفة بسلتها من غير شغل، وفي بداية السطر هشتغل 4 مقلوب. ودلوقتي بقى هنبدأ نشكل النقشة الأساسية، هتبدأ بقى إن هي تبان معايا. أنا هرجع الخيط لورا زي ما قلنا في بداية السطر اشتغلنا 4 مقلوب. النقشة نفسها هنشتغلها إزاي؟ هنشتغل ضفيرة خلفية 1 في 2، بمعنى إيه؟ إن أنا هخرج التلات غرز دول كده من على الإبرة، هشتغل ضفيرة خلفية، يعني هاخد أول غرزة كده للخلف كده 1، والغرزتين التانية والتالتة للأمام، يبقى كده دي ضفيرة خلفية 1 في 2 أو 1 على 2، يعني زي ما انتم شايفين كده، كده أول غرزة للخلف والتانية والتالتة للأمام، ورجع الغرزتين اللي على الإبرة اليمين على الإبرة الشمال، واشتغل بقى التلات غرز دول 3 عدد. بعد كده هشتغل ضفيرة أمامية 2 في 1، بمعنى ايه؟ ان انا هخرج التلات غرز دول كده من على الإبرة الشمال، واخد ضفيرة أمامية زي ما قلنا، ابقى اخد 2 اهو كده للأمام، واخد الغرزة التالتة للخلف، يبقى كده دي ضفيرة أمامية 2 في 1، خدت أول غرزتين للأمام والغرزة التالتة للخلف، ورجع الغرزة دي كده على الإبرة الشمال، واشتغلهم 3 عدد. يبقى كده ده شكل النقشة، هيبدأ بقى إن هو يتشكل معي. بين كل نقشة والتانية بشتغل 3 مقلوب، ورجع الخيط لورا عشان نشتغل بطرون النقشة. زي ما قلنا بنشتغل ضفيرة خلفية 1 في 2، بخرج كده التلات غرز دول، واخد أول غرزة للخلف والتانية والتالتة للأمام، ورجع الغرز اللي على الإبرة اليمين على الإبرة الشمال، واشتغلهم 3 عدد. بعد كده هشتغل ضفيرة أمامية 2 في 1، يعني بخرج التلات غرز دول كده، واخد أول وتاني غرزة للأمام والتالتة للخلف، ورجع الغرزة على الإبرة اليمين على الإبرة الشمال، واشتغلهم 3 عدد. خلاص كده احنا اشتغلنا ده الشكل الرئيسي للنقشة. في نهاية السطر بعد آخر نقشة هشتغل 4 مقلوب
زي ما بدأت السطر بأربعة مقلوب. غرزة الحافة هشتغلها غرزة عدة. السطر التامن هشتغل كله بالغرزة المقلوبة زي ما احنا متفقين على الظهر بنشتغله بالغرزة المقلوبة، وارجع لكم على طول. السطر التاسع اول غرزة غرزة حافة بسليتها من غير شغل، وفي بداية السطر هشتغل ثلاثة مقلوب. بعد كده هنشتغل النقشة، الجزء الأساسي للنقشة هنشتغل ضفيرة خلفية واحد في اتنين. هخرج الثلاث غرز دول كده واخد أول غرزة للخلف والتانية والتالتة للأمام، يبقى كده دي ضفيرة خلفية. بدأنا أول غرزة للخلف والتانية والتالتة للأمام، واحد في اتنين، ورجع الغرزتين دول كده على الإبرة الشمال واشتغلهم ثلاثة عدد. بعد كده هشتغل اتنين عدل وضفيرة أمامية اتنين في واحد. هخرج التلات غرز دول كده واخد ضفيرة أمامية اتنين في واحد، اخد اول اتنين للأمام والغرزة التالتة للخلف، وارجع الغرزة على الإبرة الشمال واشتغلهم تلاتة عدل. بين كل نقشة كده احنا خلاص خلصنا النقشة، بين كل نقشة والتانية هشتغل غرزة مقلوبة، ونكرر بقى جزء النقشة. هشتغل ضفيرة خلفية واحد في اتنين، اهو اول غرزة للخلف والتانية والتالتة للأمام، وارجعهم على الإبرة الشمال واشتغلهم تلاتة عدل. بعد كده هشتغل اتنين عدل وضفيرة أمامية اتنين في واحد، اخد أول وتاني غرزة للأمام والغرزة التالتة للخلف بالشكل ده، وارجع الغرزة على الإبرة الشمال واشتغلهم تلاتة عدل. وفي نهاية السطر بعد آخر نقشة هشتغل تلاتة مقلوب زي ما بدأت السطر بثلاثة مقلوب، وغرزة الحافة في النهاية عندي غرزة عدل. السطر العاشر هشتغله كله بالغرزة المقلوبة زي ما قلنا الظهر دايما، وارجع لكم على طول. وبكده زي ما انتم شايفين الغرزة خلاص خلصت، هي 10 سطور بنكررهم بقى حسب زي ما انت عايزة الطول يكون عامل ازاي. فانا هشتغل برضو عينة اكبر عشان الشكل يكون اوضح ليكم، وارجع لكم على طول. وفي النهاية بعد ما اشتغلت عينة كبيرة زي ما قلت لكم ده شكلها، انا هقرب معاكم عشان تشوفوا الشكل يكون اوضح. غرزة جميلة جدا، مع التكرار بتحس ان هي سهولتها قد ايه، ان هي غرزة بسيطة وفي نفس الوقت شكلها مميز مش اي حد بيشتغلها. بتمنى يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب او اشتراك في القناة، وبشكركم جدا جدا.